السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني الكرام، وياكم أخوكم عيسى من قناة عيسى أند أدفنتشر. اليوم عندي مهمة بحث عن خاتم ضايع. في شخص ضيع خاتم الزواج الخاص فيه، وإن شاء الله أني بإذن الله تعالى راح أقدر أستخرج هذا الخاتم الضايع. حصل معاي شخص وبلغني أنه مضيع الخاتم الخاص فيه، خاتم هذا جدا مهم، خاتم زواجه. أعطاني اللوكيشن، والحين أنا جاي أحاول إن شاء الله أني أستخرج هذا الخاتم. مثل ما أنتم شايفين إخواني الكرام، هذه عندنا صحراء. البحث في الصحراء أمره جدا سهل، الأرض ما فيها معدنية كثيرة، يعني مش متمعدنة وما فيها أكسدة، فبالتالي أقدر أستخدم الجهاز بكل أريحية وأرفع كذلك مستوى الحساسية. راح نحاول إن شاء الله أن نستخرج هذا الخاتم ونرجعه لصاحبه لجل أنه يسعد وينبسط ويستانس في حياته إن شاء الله بإذن الله تعالى. تابعوني في هذه التغطية والمهمة السريعة، وإن شاء الله أن تكون نتائج طيبة. راح استخدم في البحث جهاز اللي هو المايلاب المنتيكور بالملف قياس 8 إنش، وكذلك راح يساعدني في البحث اللي هو السكوب التيركس بقياس 9.5 إنش. شو اللي راح أعمله من إعدادات في جهاز المايلاب منتيكور؟ نفتح الجهاز، راح اقوم اخواني الكرام بتفعيل كل المعادن، ما راح الغي اي معدن لجل اوصل لاقصى عمق مع الجهاز. حاليا راح تطلع معاي كل المعادن شو ما كانت، قد يكون هني في تراش او ساخ، ولكن ان شاء الله ان راح نقدر نتحصل على هذا الخاتم باسرع وقت. هذا هو المكان، التل المرتفع هذا اللي انتم شايفينه، الناس تيلس في هذه المنطقه اللي في النص. مبين وياي انه في اوساخ شوي، ولكن ان شاء الله ما راح يصعب علينا استخراج هذا الخاتم. طبعا اخواني الكرام، لما تيني حاله مثل هذه اول حاجه اسال عن الموقع بالضبط، يعني ما يكون في مسافه بعيده لجل يسهل علي استخراج اي حاجه مفقوده. طبعا الشخص اللي ضيع الخاتم اعطاني هذا المكان، اكد علي انه في هذه اللوحات مثل ما انتم شايفين، وهذه التله كانوا يالسين في النص وضاع الخاتم في هذه المنطقة، وإن شاء الله راح نستخرجه بإذن الله تعالى. خلوكم ياي في هذه التغطية، يلا يا منتيكور شد حيلك وخلونا نروح فوق هذه التلة ونشوف. طبعا تشوي في هذا المكان، شايفين ياي فحم وبعض الاوساخ. هذا هو المكان، راح ابدا بالبحث ان شاء الله، خلوكم ياي وتابعوا هذا البحث وشو النتائج اللي راح نتحصل عليها. هذه هي المنطقه اخواني الكرام، ريال كان يالس في هذا المكان وأضاع الخاتم في هذه المنطقة. خلونا نباشر البحث ونشوف شو اللي راح يطلع ويانا. نبدأ البحث. نرفع الحساسية إلى 25، شغالنا على السيرش مود اللي هو الأولتيريان على الأراضي اللي هي الجافة. نعمل نويز كنسل، ونعمل جراوند بالانس
ونبدأ بالبحث. ونقول بسم الله. عدنا 38 40. ما أعتقد أن الخاتم يندفن لهذه المسافة العميقة أو لهذا العمق. شوفوا شو الهدف اللي طلع ويانا. هاي احد الأغطية للسردين أو حاجة. رقم 7 8 نشوف. طلع ويانا هذا الفويل. الكثير من الاوساخ في هذا المكان اخواني الكرام، ولكن هذا ما يمنعنا نحن نكمل بحث ونشوف الى وين راح نوصل. راح ارفع مستوى الحساسية الى 27. نزلها 26 شوي. هاي قطعة الفويل طلعت ويانا على رقم 8. ان شاء الله اني راح اقدر اعثر على هذا الخاتم. كذلك فويل. هذا المكان الناس كثير تيلس فيه، بالذات الوقت هذا من الشتاء، الأجواء باردة والناس تشوي. الكثير من الفويل في هالمكان. رقم 25. هاي البوتل كاب. اقدر اني الغيها، ولكن انا محتاج عمق اكثر. ليش؟ لان هذه الصحراء، فبالتالي الاهداف تغرق فيها يعني يوم عن يوم مع العواصف والاشياء هذه. ما من مصلحتي اني انا اتاخر عن البحث، ولا راح يضيع الخاتم وينزل في العمق مثل البحر. الكثير من الفويل. مبروك 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 لصاحب الخاتم. عثرنا على الخاتم على رقم 18 19. خاتم راح يرجع لصاحبه بإذن الله تعالى. شايفين اخواني الكرام، الواحد مو بس انه يبحث
عن الكنوز والدفاين، ولكن الأمر ما يخلو من الإنسانية، لابد أنك تساعد الآخرين. هذا الشخص طبعا دخل على موقع اللي هو دبي زل، ولكن تعارض جهاز اللي هو الماي لاب الكونكس عارضنا للبيع، فشاف رقمي وتواصل وياي، قال لي أنا ما أفهم في الأجهزة ولا أريد أشتري جهاز، ولكن أريدك تساعدني في العثور على هذا الخاتم. والحمد لله مثل ما انت شايفين عثرنا على هذا الخاتم، راح يرجع ان شاء الله لصاحبه، هو ينتظر مني اتصال راح ابلغه ان شاء الله، وهذه راح تكون بشارة طيبة بإذن الله تعالى، وراح نتواصل معه الحين، هو في انتظار ان شاء الله راح اقوم بالاتصال فيه وبث هذا الخبر الجميل له بإذن الله تعالى. هو في الحقيقة دور يعني صار يبحث في هذه المنطقة، ولكن مع حتى مع الجهاز مثل ما شفت اخواني الكرام، شوفوا هذه الحفر الكثير من الفويل، أغطية المشروبات الغازية وغيرها، أغطية علب السردين. فالموضوع أخذ مني وقت تقريبا نص ساعة، مش أقل عن نص ساعة، فما بالك اللي يريد يبحث عن حاجة بدون استخدام الأجهزة، يمكن راح يظل يبحث يوم كامل. وبالفعل هذا الشخص ظل يبحث وقت ما ضاع من الخاتم، ورجع كذلك ثاني يوم يبحث، ولكن ما لقى أي نتيجة. الحمد لله أن عثرنا على هذا الخاتم، وراح نتصل فيه إن شاء الله ونزف له هذا الخبر بإذن الله تعالى. خلنا نتصل بصاحب الخاتم ونبشره. كان راقد، نرجع نتصل مرة ثانية. الو، السلام عليكم. السلام. How are you brother? Congratulations, I found your ring. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله I will keep it for you. Contact me when you will be free ان شاء الله. Yes, ان شاء الله. Thank you very much. In charge, I will send my location for you. إن شاء الله إن شاء الله. I will call you later. Have a good time and congratulations again. See you إن شاء الله. جزاك الله خير. Thank you very much. In my pleasure. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. وبشرنا صاحب الخاتم بأن عثرنا على خاتمه. شخص يشكر. طبعا الشكر لله أولا وآخرا. أجهزة كشف المعادن، قلت لكم اخواني الكرام، هواية جدا ممتعة ومسلية في نفس الوقت، ولكن خدمة الناس هي الشغف وهي الشيء اللي يطمح له كل شخص، سواء كنت انا او انتو. كان هذا محتواي لهذا اليوم، اتمنى اني نال على رضاكم واستحسانكم. نلقاكم في محتويات قريبة قادمة بإذن الله تعالى. الى ذلك الوقت نترككم في حفظ الله ورعايته، ودمتم سالمين.